افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية يوم السبت الماضي كنيسة العائلة المقدسة بمنطقة الزرائب بعزبة النخل بالقاهرة. شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة والشعب في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا. نتابع. في أجواء احتفالية مفرحة افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية صباح يوم السبت الماضي كاتدرائية العائلة المقدسة بكنيسة القديسة العذراء مريم والبابا كيريلوس عمود الدين بمنطقة الزرائب بعزبة النخل، حيث ترأس نيافته ومجمع كهنة عزبة النخل أول قداس إلهي داخل الكنيسة الجديدة بعد إنشائها، وذلك بحضور عدد محدود من شعب المنطقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. المكان اللي احنا واقفين ده كان تل زبالة، وكان بيبقى بيتحرق فيه الزبالة يوميا، الدخانة والنار بتبقى موجودة يوميا، ما كانش حد يتخيل ان هيبقى كده. خلفية بس صغيرة، احنا من 86 بداية الكنيسة هنا العذراء والبابا كيريلوس عمود الدين، العذراء حلت الحديد والبابا كيريلوس عمود الدين، والمكان ده اختير بالعذراء نفسها، ظهرت لأحد أراخنة المكان هو اتنيح دلوقتي وقالت له ان المكان ده هيبقى كنيسة على اسم العذراء. يعتبر بالنسبة لنا كاتدرائية لأن السعة تقريبا 1080 متر، فدي يعني هتعمل حاجة بالنسبة لشعب المنطقة الكبير. احنا كنيسة هنا تقريبا بتخدم حوالي 5500 أسرة ل 6000، يعني لما نقول 5500 في 5 أقل ما فيها، لأن أغلبنا من المنيا وأسيوط وسوهاج، يعني أكتر عدد احنا عاملين عضويات، يعني الكنيسة بتخدم 30000 شخص. المبنى اللي حضرتك شايفه ده والكنيسة اللي أنت شايفها دي لتجسيد لمحبة الشعب لربنا، من أول صاحبة الفلسين لغاية الناس اللي معاهم وربنا مديهم، يعني 99% من تكلفة المبنى ده من شعب الكنيسة، الفقير والغني والكبير والصغير واجتماع السيدات واجتماع الشباب واجتماع الرجال، كله شارك. فدي بقى الفرحة الحقيقية، انك انت لما تيجي بقى تفرح بالزرعة اللي انت زرعتها وشاركت فيها، فرح حقيقي، فرح مبهج. يعني انا نفسي فرحان جدا، وكل اللي حضروا فرحانين، وكل اللي بيدخل بس مجرد ان يدخل من الباب يقول يا ايه الجمال ده. احنا بنحلم من زمان يعني بصراحة، وده كان مكان حوش يعني، فكنا بنحلم ان احنا نعمل مكان كبير يسيع كل الناس. مهما وسعنا في الكنائس القديمة برضو العدد الاسر كان كتير جدا والاطفال كتير جدا، فربنا حقق الحلم، يعني حاجة عظيمة فعلا. احنا مبسوطين جدا جدا النهاردة، يعني بالنسبة لنا كلنا يوم عيد ان الكنيسة تتعمل بالمساحة الجميلة دي وبالشكل ده، ودي حاجة رائعة. يوم جميل وكنا مبسوطين وفرحانين طبعا، ووجود سيدنا الأنبا هرمينا وشرفنا النهاردة كان حاجة كبيرة. الكنيسة زي ما انتم شايفين كده تحس ان يعني هو ربنا افتقد شعبه، شعب زرايب عزبة النخل، وادانا كنيسة ما كناش نحلم بيها في ظروف صعبة جدا، فاحنا بنشكر ربنا ان هو افتقدنا بالكنيسة الجميلة دي. النهاردة حاسة ان يعني ام العروسة، يعني المرة دي الكراسي اتقلبت، مش الكنيسة امي، بالعكس انا حاسة النهاردة الكنيسة هي العروسة واحنا ولادها مامتها، فرحين جدا جدا وحاسين ان احنا فعلا في فرحة، في يعني السمائيين والارضيين مجتمعين في كنيستنا النهاردة، بجد فرح عظيم جدا جدا، يعني فعلا يا رب مساكنك محبوبة، بجد بجد النهاردة يوم يعني يذكر في التاريخ من اجل كنيستنا. فرحة كبيرة أعرب عنها شعب وخدام الكنيسة بإنشاء كاتدرائية جديدة بهذه المساحة لتستوعب شعب المنطقة الكبير، حيث تخدم الكنيسة 6000 أسرة بما يوازي 30000 شخص. كامل يوسف، سي تي في.